أعزائي المشاهدين أينما كنتم على سلامتكم، مرحبا بكم وصحة فطوركم. أتخيل أنك في يوم من الأيام يعرضوك للريستورون باش تعشى، ولما تلحق تكتشف أنهم عرضوك باش يديروك كاميرا كاشي. كيفاش راح تكون ردة الفعل تاعك؟ بدون إطالة مشاهدينا، خليكم تكتشفوا أحداث حلقة اليوم بعد الجينجل. أبقى معنا. يا سليم ربي يهديك ربي يهديك. ضحية عدد اليوم هي هذه المرأة اللي جابها الزوج تاعها للريستورون. راهو تخلي يونس راح يبريزونتي روحه على اساس انه منور مغناطيسي، راح يدير اون ديمونستراسيون مع واحده من لي كوميديان تاعنا، وسوا ديزون زعما انسان متمكن وقدر يبدلها اسمها. اسمه اسمها وش ولا ريفيت وا كاتيا، ريفيت وا ريفيت وا صح. واش راكي لاباس بيا؟ واسمك؟ يا جماعه هذه هي لي فلوس. بون ما يفهمها والو حقا، هاي شعره في الرقدي صح، بس ما كانتش فاهمه. انتم تتفقوا دوكا حيولي كلش كيما كان، واحد زوج ثلاثه حتى فكري كلش راح تنسى كلش صح. واسمك؟ اونشانتي. هذا هو لي فلوس. بون شكون يزيد يشارك معايا في واحد العفسه خفيفه؟ بيبناح بيبناس. هاك مع المدام؟ الله يبارك. واسمك الاخ؟ كريم. كريم تشرفي كريم من عزيوز. الله يبارك كريم. كريم شوف فيها مليح، شفتها؟ هاك شو الهضام هادية؟ زيد شوف فيها صح. اشفى عليها برك انت، ما عليك شوف هو انت اشفى عليها صح. كريم عطيني يدك صح. كريم شوف فيها هكذا، شوف هاد الشعرة اوبلا. كريم كريم سهل. المرأة اللي راهي قدامك ماشي هي المدام تاعك تاع الصح، المدام تاعك تاع الصح هي اللي وريتها لك دوكا، هاي على لاكوش تاعك، بما يعني انه الزوجة تاعك راح تنساها كامل، تنحيها من لاكونسيونس تاعك، وراح تدخل زوجة جديدة اللي راهي على لاكوش تاعك اللي وريتها لك دوكا. ان دو تروا. كريم واش راك مفرح؟ لاباس لاباس بيا الحمد لله. مع من جيت للريستورون هنايا؟ مع المدام. الله يبارك. سي كريم اسكو تعرفوا هاد المدام؟ ما على باليش تجي علاش راني قاعد هنا، ما على باليش. ها جاني جيت معاها. دقيقة الحاج، راني ندير فليب نوز، انا ندير هاد لي بتيت انيماسيون في ريستورون باطل من عندي. واسم نعزيوز؟ شكون اللي يسمح لك باش تدخل لهذا؟ دخلت قلت السلام عليكم، دخلت بيان. لا لا دقيقة مازال ما كملت، ما تقدرش نخرج بس ندير. دقيقة ميسيو، دقيقة نفهمك. دقيقة استنى، دقيقة نفهمك. لا ما ديرولهمش هذا. شبيه دقيقة استنى، ما نخرجش نخرج سيدة وفراجي وفراجي سيدي سي محمد وفراجي 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 سيدي. هاب هاب خويا كان يدير في الجو. دقيقة دقيقة هلا مدام، كان راهو يدير في اللعبة وراهو رقدوج وهو ماهوش فايق، يعني كان تعاود ترجعوا باش يفيقوا. واش مش جو هذا؟ شكون كيد بصح؟ إبلوز دار له بقا إبلوز. واش تاعك إبلوز هذي؟ بالعربية وشنو هذا بلوزة؟ تونو مين مغناطيسي؟ ايه تونو مين مغناطيسي؟ جيبو رجعو لنا. لا يضم مدام واش لا لا ما يموش عارف، ما هوش عارف خاطرش خويا تعيش. عاود جيبو معليش غلط، جيبو يعاود يفيقو ومن بعد طلقو. ها هو نايض فايق بصح، ما راهو قال له المراه اللي معاها ماشي مرتك، انا دوك ما يعرفنيش، كيف انا نولي معاها؟ انا ما هوش يعرفني. جيبو يا دقيقه دقيقه، تعرف هذه؟ لا كيفاش نقعد يا تحوشتو؟ انا اصلا الطريقه اللي خرجتو بها ماشي محترمه، مع كل احترامي رانا ناس محترمين، ضربت معاه خرجتو وراهو معليش يكمل خدمته ويروح. دقيقه صلي عليك السيد.
ادخل بدون تسريح لهنا للريستوران. غلطة شكون هذه؟ غلطتكم. نورمالمون في الباب يحبس وجاير كلون وخادم وجهون وما يبان. دقيقة مدام، ماهوش انسان عادي. احنا صارت غلطة، دخل انا معاك، ولكن هو صححنا الغلطة. ما صححش، خرجناه. خرجتو مازال السيد راهو مرقدو يعاود ينوض. هاي مدام، اوقف اوقف اوقف. ها ناية مدام، ما شريت. معليش عاود جيبو، معليش عاود جيبو، على وجهي جيبو ومن بعد خرج. روح جيبو، روح. روح جيبو، روح. عيشك. اقعد يا مدام، فهمي، اقعد. الله يحفظك. سما كيف جنوا واش قالوا؟ قالوا هذه ماشي مرتك، هذه مرتك. قال هذيك هي مرتك. فرحانة. شكون هي مرتك؟ هذه اللي شاح. تسخري بيا. خلقني مدام والله منيتي. ايه بعد كيف هي شافوكا؟ ايه نورمال مدام، خليه يلبس صرايرك. راح وين راح هذا؟ روحوا جيبوه. قعدي بيا. يا سيو مانيش قاعد بك. مش قاعد بك وعلى وانا صاحبتي. ماماك؟ لا مانيش ماما، صاحبتي. شو بديني هكا اختي؟ عجبك الحال يعني نورمال؟ يا سور عجبني. هكي كت ماما. دوك الحل وين راه؟ جبنا سيد. ها راح يجيبو. وين راح سيد؟ كيف ندير؟ كيفاه ما عندنا ما نديرو، جيبوا لي سيد. خويا جيب لي سيد، ما حوش نفهم. ولكنه مدام في حالة ما إذا لقينا السيد هذا كلون هذا، كيف ندير؟ دبر راسك خويا، دبر راسك. أنت مول شي، أنت مول المحل. دبر راسك جيبو. سيد نومو مغناطيسيا يعاود يرجعو في بلاصتو كما ماهوش يعرف. معليش دوكا سيدة يقول لي هذه مرتي. ماهيش مرتو، انا مرتو، انا قاعدة انا اللي مرتي. كيفاه انتي مرتي؟ انا اللي قاعدة معاك ماشي هي. الله يحفظنا ديجا ما فيش انا اللي قاعدة هنا معاك. هذا زوجك؟ راجلي ايه، وعندي ثبوتات، عندي تصاور. موش راجلي. صح والله راجلي. ديري ليش هكا؟ اكيد بغيت تروحي انتيا. أنا في الحقيقة عجبني الحال ماما. لا نجيبوا الإمام وكتب. لا راهو مفتح، أو عنده بيبي، عندي طفلة، عندي بيبي. لا ما عبا كان يفيق، كان يندم. سبحانه. معليش ما يا مدام عندك دليل بلي هذا زوج؟ عندي دليل. صح بكره انا اصلا راني في الانستغرام، اني نحطوا تصاورنا يعرفون الناس. ما رانيش نورمال، هذه نورمال. يا مدام صلي على النبي. الحل دوكا كيف؟ اعطونا الحل. جيب لي سيد. انا خويا ما نحبش. راح سيد، راح. نعيط لك انا لابوليس. خويا راني محترمة، أنا إنسانة محترمة، رانا ناس محترمين اللي كانوا هنا شاهدين، مانيش نتمسخر. سبحان الله، هذا راجلي كيفاه يرجعوا راجل مرا خلاف؟ سبحان الله ما تتحبش. صح راجلها؟ خلي معايا، هم شاهدين، خل معايا، ما تخلش وحده، هو معايا أنا. هو مش عارف، على بيه يقول لك هي ماهيش مرتي، من لوموش. لكن حاجة نقولها لك مدام، السيدة مسؤول على عقوله وأفعاله كبير. وراي الزوجة تاعك. هاي خلاص. عندي فيديو تاعو، هو ما يبانش في وجهه بصح عندي فيديو تاعو. انا فيلميت كي دخل. انا جيبو خويا، ما نحوش نفهم. جيبوه لنا. جيبو هذاك. جيبو لي هو. راح سير. راح بالموطو مدام. راجل هذا زوجك. هدي زوجك، حلوها برا. ما نقدرش، ما يعرفنيش. كيف هذوك نركبوا في الطوموبيل ما يعرفنيش، يقول لي خرجي من الطوموبيل. والله صار. بدل لا تبسخروش خويا، العزيز الله يسترك. راجلي سبحان الله، خلاص صوتي لنا هذه تاع ماشي راجل. هذا زوج ديالي، عندي طفلة ثاني، هذا زوجي ماشي زوج تاعها. يسلمك هذايا او نورمال هيبنوز يسموها، هذه سمعها بها. نعرفها يرقدوا. تفضلي مدام، ما تقلقش دوك نلقاو لها. يا اخي انا معاك، ركز معايا مليح. هذه تعرفها؟ انا مدام دوك انا كيف انا مقدرش انا. ما انا قلت لك رجعوه. معليش انت علاه تشارك؟ والحمد لله كيفاه؟ واش تقترحي مدام؟ ما عنديش اقتراح، جيب لي السيد، رانا نضيعوا في الوقت، راهو كلها كيزيد يبان. روح حاسونا على السيد نعلو الشيطان، حوس عليه جوا ارضا برا بحرا وين جا روح. ما فيه، ما عجبك ما عجبوك ما عجبتيه، دوكا يجيبه لنا ينوضوا. والله راكي مش فيك احترام، انا كي مرا كبيره سبحان الله. مش فيها نورمال، انا صح فيه هو كي قال لك مرسي، هو ما تعرف حتى صح في لي بابي، صح في الورقه ماشي في مرتي راجلي.
ايه نورمال. سمعتي انا اقول لك تيما نديك معنا للدار باسكو تيما ماشي دوك كل حاجه تجوز. المهم راه كشواز سما راه نوري لك وجهه نوري بنت سما هذا السيد هذا السيد كي بغيت تقول راه حلو السينيور واش قابط والو او لاباس بيه انا رجحوا لي نحيلو هذاك لي بلاص ما في رمضان سيد في رمضان ها شي هذا دوك هذا السيد شوف كيفاش في الكاميرا سيريوس وسي ان شاء الله ديباني هنا سي تبري كولي بديت تعوجوا لي ما كل واحد ما يمس فيه ما يخلط فيه هاني جاي خلقش روحك مادام عادي عجبها الحل ما عليش ندير لك طبعا شوفي والله غير بسمعي شو استي يرجع له عقله وبعد ندوك معاه عليش نديريش معك عندي الدار والله غير هايلة اختي اختي حضري معها قصة خير خلي تبروضي صاحبتي وراهي بصمة لي بالعشرة مدام صلي على النبي اعطيني اقتراح اللي اقترحتيها لي معك سيده وراح ذوكا طح بيه مسما من الارض خويا من الاخر من نحوش نفهم اني محترمتك راني مكالم من نحوش نفهم انا بروفوكيتوني بزاف ولو كان ما يجيش ذوكا نستناو هنا اوتيل انايا نبات هنا روح ابحث عليه الله يحفظك روح انت ما تحركتش منا يا خويا واش روح ابحثوا عليه قاعد نروح انا نحوس عليه روح ابحثوا عليه سيدي روح نشطوا سيدي يرحم بابك واقف يقول لك حوست عليه ما لقيتوش قلت له بدا المبرنز اكي باغي تسوق ليه انت يا بنتي شوف فيها قولوا ليه هو بكره عندك اولاد ولا لا مزوجه ولا ما كاينش مزوجه مسوجة وعندي ولاد كنت مسوجة وعندي اوكي باغي تروحي ولا ايه اللي روحي الله يسهل هيا نروح معاها يا ودي بعلو شيطان يا مخلوق سرد ما لكاش لمبات ماذا روحوا في ثلاثة فروها برا الله يوم ما ديروناش مشاكل انت خرجته ما نحوش لفهم ما نحوش لفهم ريش ماذا صلي على النبي هاو المشكل بيناتكم في ثلاثة روحوا برا حلوها وخلاص خلونا ما كاش برا خويا اللي بقاو هنا ما كاش برا دوك انا نجيب لك لاب انا نجيب لك لاب وليش اصبري لا 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 تمس خير هذا كيفاش انت كان هنايا حاوس ومن بعد هذيك دوك المراه قالت لك نديه وخذوا على بالي انا نبيع له اعضاء ولا واش دير له ولا هو انا ما نراي مرتو ما نلوموش بصح ما تقوليش هذا خرجوا برا برا فيها هنا ما كاش برا ما دار سالي عندي هاك هنا عندي في الريستوران ريحي دوك نلقى لك حل ريح ما كاش نخرجوا برا نفريوها برا راسي وجعني قسما بالله معليش الله غنفريوها لها ريحي ما دوك نفريوهاش ديري فيا ثقه كيف ندير فيك ثقه حتى انا خرجت وتقول له روح فري برا تقول لي ثقه تفضلي مدام تفضلي مسموح ولا نهضر معاك نفهم فيك خويا ماشي مرتو ما نعطيكش كورتك ومانيش خدك مدام سبحان الله دوك هذا السيد اللي فهمت انه ما غلطيش شنو هو الزوج تاعك راه في السيريال ماش قال دوك انا واش ندير تخرب له في السينيال دوك انا سين ديباني هنا ان شاء الله ما كاش ديباناج انا جيب لي سيد يعاود يرقدو وينوضو ما كاش غادي تشوف يدك هو دالو هكذا ركز معايا مليح ركز معايا مليح تخربوا بسيط واحد زوج ثلاثة يا برق تالي جي ركدك تركد انت اللي بغير كيهد صح شوف ركز معايا مليح والله وتخرب انسى واش دار لك السيد سكت بزاف انسى واش دار لك انني خدمه هذه الخدمه هي عباكم عما خلاص قايمه سكتك بزاف ركز معايا مليح لا تفكر كلش وعاود انسى كلش هكذا واحد زوج ثلاثه يا ضرب خربت وكاع عرفتها والله اللي حسيتها جرب فيا انا جرب في راجلي عادي مجرب واحد زوج صار تجارب يا ضرب اصبر ريحي ولا ما تريحي مدام ريحي الله يرضى عليك ريحي يا مدام انا نحب المسؤوليه قدام هذا الجمع بكل ريحي تفضلي والله غير تحب مسؤوليتي والله ريحي ان شاء الله ثابته ان شاء الله واحد زوج ثلاثه يا ضرب واش راك خويا لاباس؟ شكون هذا الوضع؟ شاركتي معنا في الكاميرا.
على المدام، مدام ربي يحفظك. كيفاه درتيها؟ كيفاه هكا؟ على بالو راجلك كومبليس معانا في الحكايه، الحكايه هذه كامله راجلك كومبليس معانا. انت راكي يوتيوبوز؟ اه. فوالا مشاهدينا الكرام، كاع روحوا ابونيو لاشين يوتيوب تاعها. واش هي لاشين يوتيوب تاعك؟ سيرين دعاء. سيرين دعاء، فوالا تفيقه حار على سيرين دعاء. يوتيوبر تاعنا، مسيو خويا بيان جوي. لعب هذه كاع خطة، عنده واحد السمانه هو يخطط معايا وناس بوكريوا شارجي آه. كاستينغ قالوا المراه ندير لها كاميرا كاشي لي فونس كذا. قلت له روحوا للدار، قال لي لا انا نتحشى وبعد نروح للدار ندير تخليها عليه. وي ربي يحفظها لك ان شاء الله. هو ما يبانش معايا في الفيديو، ما يحبش يبان، يخطط لي كاميرا كاشي. ثقه حر عليك. ربي يحفظك. دونك مدام جامي في حياتي دون نخرج هكا ولا بصح جامي تخيلت تحت موقف هكا. ها طيح لك موقف هذا. يعطيك الصحة مدام، ميرسي بوكو. هضر بهم وحدة الشح في الكاميرا. دير لهم وحدة الشح في الكاميرا. شوفوا الشح. ثقة هرة. يعطيك الصحة مدام. بارك الله فيك. شرف لينا اللي كنتي فامي لي زانفيتي تاعنا في الكاميرا كاشي. الكاميرا كاشي يسمع داو لي راجلي، ما تخافيش ما داولكش راجلك. كان جوستين كاميرا كاشي. دونك مشاهدينا الكرام نحكي لكم نهايه عدد اليوم، كانت حلقه فريمون شابه. نضربكم موعد غدوه ان شاء الله في قناه البلاد نفس التوقيت مع انفيتي جديد ولا فيكتيم جديد. تهلاو في رواحكم، صحة صحوركم، سلام.